فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. World Islamic Scholars Addressing International Quran Conference Message from Islamic World Leaders. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعكم الآن أخوكم عماد الدين أبو خالد، أو إن شئتم قولوا الشيخ عماد. طبعا لله الفضل والمنة، أنا ممن يحب القرآن وأعيش مع القرآن وللقرآن، وهذا بسبب آيتين في كتاب الله تعالى. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والآية الأخرى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهاتين الآيتين جعلتني أتواجد هنا، رغم أنني من مصر، أتواجد هنا في المملكة منذ 26 سنة أتعامل مع القرآن في جمعية تحفيظ القرآن الكريم، فقد كنت موجها في جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل، والآن منذ 3 سنوات أنا في جاليات الجبيل، الآن أعمل سكرتير لإدارة الجاليات. وانتقلت من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إلى قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا نحرم جميعا صحبة هذا القرآن، فكفى بها نعمة أن نصاحب هذا القرآن، فهو خير صاحب. كل صاحب يفارق صاحبه إلا هذا الكتاب، يبقى معك في القبر ويبقى معك على الصراط ولا يتركك حتى يدخلك الجنة، فكفى بها نعمة. ولذلك أقول وأكرر: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فأوصي نفسي وإياكم ألا تتركوا القرآن، كونوا مع القرآن وعيشوا بالقرآن وعيشوا للقرآن. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.